الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حصلنا في الأذكار والآداب. ماذا يقول الإنسان إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. نهيق أي صوت الحمار أكرمكم الله، وديك جمع ديك. خلق الله عز وجل الحيوانات والطيور إدراكا وحوائس لما تتفوق به على حواس الإنسان، وربما تحسست واطلعت تلك الحيوانات والطيور بهذا الإدراك ما لا يستطيع الإنسان الاطلاع عليه. وقد جعل الله عز وجل تلك الحيوانات في أصواتها وحركاتها وسكناتها ما يعد بشرى أو إنذارا للمسلم. وفي هذا الحديث يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا صياح الديكة أي جمع ديك أن ندعو الله ونسأله من فضله وبما يفتح الله به على عبده. فنقول مثلا: اللهم إنا نسألك من فضلك، أو نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما أشبه ذلك. لأن الديوك عندما تصيح فإنها تكون قد رأت ملكا من الملائكة، فيدعو المسلم رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص، فتتوافق الدعوات فتقع الإجابة. وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليالي، فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوت، ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده، لا يكاد يخطئ سواء أطال الليل أم قصر. فهو دابة ملهمة كما يقول أهل العلم، دابة ملهمة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمعنا نهيق الحمار وصوته المنكر العالي أن نتعوذ بالله من الشيطان، فنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه ماذا رأى؟ شيطانا عند نهيقه، فيكون الشيطان حاضرا عند ذلك، فيتعوذ المسلم بالله من شر الشيطان وشر وسوسته. في هذا الحديث نستفيد أن كل نوع من الملائكة والشياطين موجودون قطعا. وأيضا في هذا الحديث ترغيب في الدعاء في الأوقات الفاضلة، وأيضا يستفاد من هذا التعوذ بالله من الشيطان في أوقات حضورها. نأخذ حديث ثاني: كفارة المجلس. والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من جلس قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. كثيرا ما يحدث في المجالس كلام ليس له كبير فائدة، يعني من اللغو، كلام
لا فائدة ولا له لا فائدة فيها، أو نفع أحيانا يقع، أو لكن كلامنا هنا عن اللغو أو كلام الذي لا فائدة فيها، بل يكون لغوا وربما يكون فيه إثم ومعصية غيبة ونميمة. في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء يقول المسلم عندما يقوم من مجلسه، يكون كفارة لما أحدث في مجلسه من إثم وذنب، فيقول صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس، أي ما اجتمع أحد في مجلس من المجالس فكثر فيه لغطه. واللغط هو الصوت المرتفع الذي يكون فيه ضجة، والمعنى هنا أنه يكثر الكلام الذي لا فائدة فيه ولا نفعه. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال قبل أن يقوم من مجلس ذلك، قال قبل أن يغادر مجلسه عن ذلك، هذا الدعاء والذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك تنزيها عن كل نقص وعيب، ويكون مقرونا بحمدك كما أمرته، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن أقر بأنك أنت الله الواحد الأحد المستحق للعبادة، أستغفرك أطلب منك مغفرة ذنبي، وأتوب إليك مما وقع مني في مجلس هذا من معصية وذنب. فإنه إذا قال هذا الدعاء بصدق وإخلاص إلا غفر له، أي غفر الله عنه ومحى سيئاته ما كان في مجلسه ذلك، يعني كلام عن غفران الذنب إذا فعل في مجلسه من المعصية أو الإثم أو اللغو. هذا الحديث يفيدنا ماذا؟ فضل هذا الذكر وبيان أنه كفارة للغط الذي يكون في المجلس. طيب، هل كلنا نقول أو الذي متكلم يقول؟ الذي خرج منه غالبا الذي تكلم هو الذي خرج منه اللغط واللهو، والذي يقول، والذي لم يتكلم هذا لم يخرج منه اللغو ولا لغط. فظاهر الحديث بأنه لا يلزم أن يقول، فإن الذي تكلم وأكثر كلاما وثرثر بالكلام ما لا ينفع، بل هو كلام مضر. ولذلك قال: من مجلس يجي فكثر فيه لغطه. الهاء هنا الضمير عائد على المتكلم، فليس كل واحد يقول، لكن الذي تكلم وخرج من فمه كلاما غير لائق للمجالس الذكر، لأن المجالس لها آداب، من الآداب الإنصات للتعلم، وعدم التشويش على الآخرين، وعدم إزعاج المتكلم، من الآداب كلها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.